اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ملك الملك، السلام عليك يا عليا الله وعليا الله، السلام عليك يا رجال الغيب يا ملك الغيب أنت بكي رحيم الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم رب حلل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الرخ والمقام، أبلغنا لسيدنا محمد السلام. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. تلاوة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلاوة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله نبينا نبي آدم وميناس دعوى سيدنا علي بن أبي طالب سيد أحمد البدوي رفعي سيد عبد القادر جيلاني القدس وصحابة أجمعين الولاة ورشد سيدنا أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكر كفتيت ملك رضوان خصوصا نبي الله نبي خضر مريم الملك صلى الله عليه وسلم نبي إسحاق بن مريم خصوصا نبي الله نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغلال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا بسم الله الرحمن الرحيم
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صلاتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الذي الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويفاق مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم الشيطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوان والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل صوتي وشهادتنا قرانا من القران العظيم ومحى الله وما سبحنا وما استكبرنا وما صلينا على سيدنا محمد على بيته وسلمه ورحمه وجلته وبركه شامله الى حضره حبيبنا وشفينا وقره عيون مولانا محمد صلى الله عليه وسلم امين والشهداء والصالحين والشهداء أجمعين والعلماء العاملين والمصلين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وملائكة المقربين في صلاة الربان سيدنا الشيخ القدير جيلاني ترسلنا وسير الهادي ما إذا رأي الظلم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشرك المبين المغرب الجنة والبرية diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan. Dan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mewakili seluruh keluarga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya juga apabila ada kekurangan di sana sini. Untuk itu mungkin dari Pak RT ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada beliau di persidangan. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak Ustaz dari BKM Al-Islahiyah yang sudah hadir dari malam tahlil malam pertama sampai malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim rumah yang sudah
membantu warga kami dari pemakaman sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih. Orang yang dari Medan ya.